شكري يؤكد ضرورة الوقف الفوري للقصف الإسرائيلي وأي عمليات عسكرية في غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يحشد آلياته العسكرية الثقيلة على حدود قطاع غزة المحاصر ويهدد باجتياحه. الرئيس الفلسطيني يؤكد لبلانكن رفضه الكامل للتهجير من غزة ويحذر من نكبة ثانية. الرابعة عصرا في القاهرة من النيل، لكم التحية. البداية مع تفاصيل القضية الفلسطينية، ولكن بعد وقفة قصيرة من هذا الفاصل. مرحبا بحضراتكم من جديد. أكد وزير الخارجية سامح شكري على ضرورة الوقف الفوري للقصف الإسرائيلي وأي عمليات عسكرية في غزة والكف عن تعريض المدنيين لهذا القدر من المعاناة الإنسانية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه شكري من نظيره النمساوي لبحث تطورات التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني. شهدت نقاط التبرع بالدم بمحافظة المنيا للأشقاء الفلسطينيين إقبالا ملحوظا منذ الساعات الأولى لبدء استقبال المتبرعين، وخاصة من الشباب والفتيات. توجد بالمحافظة نقطتين للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين، واحدة أمام محافظة المنيا على كورنيش النيل والأخرى بمركز ملوي. ومن المتوقع أن تشهد نقاط التبرع بالدم سواء في المنيا أو ملوي إقبالا متزايدا، خاصة أن المواطنين يقبلون على التبرع منذ اللحظة الأولى. عن طريق الوزارة يعني تسهيلا للحكومات تأكد ان دمك هيوصل كان ان احنا نساعدهم عن طريق احنا شايفين قصدي يعني قتلى كتير وجرحى كتير. نحاول نحمي الدم ازمات الحياه مش هنمشي. نحاول ان احنا نساعدهم باكبر قدر ممكن من الدم، ونحاول ان احنا نجمع اكبر عدد اكياس ممكنه. يا ريت كل الناس تشارك، ويا ريت كلنا نحاول ان احنا نساعدهم باقل واجب ممكن نقدمه ليهم. حشد جيش الاحتلال الإسرائيلي آلياته العسكرية الثقيلة على حدود قطاع غزة المحاصر. يأتي هذا في ظل ترجيح مضي دولة الاحتلال الإسرائيلي نحو عملية برية كبيرة في قطاع غزة. لم يعد الحديث يدور حول ما إذا كانت إسرائيل ستقدم على تنفيذ عملية برية واسعة في قطاع غزة تنتهي باحتلاله بالكامل، بل عن الصعوبات والتوقيت وما يترتب على ذلك. أغلب الخبراء يعتقدون أن موعد العملية البرية الإسرائيلية قريب، وأنها تقررت فعلا بعد أن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إسرائيل يجب أن تدخل غزة لتدمير حماس. وتمهيدا لذلك استدعى الجيش الإسرائيلي أكثر من 300,000 من قوات الاحتياط، علاوة على حشد أكثر من 100,000 جندي جنوب إسرائيل. إسرائيل كانت قد نفذت آخر عملية برية مدعومة جوا وبحرا في غزة في عام 2014، واستمرت 50 يوما، ونفذت العملية البرية 3 فرق من الجيش الإسرائيلي. العملية البرية الإسرائيلية المرتقبة في غزة ستتطلب ذخائر أكثر ب4 أضعاف من القتال بظروف أخرى، ولذلك سيحتاج الإسرائيليون إلى كميات كبيرة من الذخائر للأسلحة الخفيفة، وأيضا لمنصات الصواريخ الاعتراضية المخصصة للدفاع الجوي في جميع أنحاء إسرائيل، علاوة على ذخائر الطائرات ومقذوفات أنظمة الحماية النشطة للمركبات. إسرائيل في الوقت الحالي كما تدل المؤشرات تضع اللمسات الأخيرة على عملية اقتياح القطاع،
ويقول الجيش الإسرائيلي أن أكثر من 100,000 جندي يحاصرون غزة الآن، وأن البحرية الإسرائيلية فرضت حصارا بحريا على سواحلها لمنع وصول إمدادات عسكرية إليها، كما قطعت الحكومة الإسرائيلية إمدادات المياه والكهرباء. المندوب الدائم الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان كان قد صرح في 8 أكتوبر الجاري أن هدف تل أبيب من الآن فصاعدا هو القضاء التام والنهائي على حماس، بينما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت في خطاب موجه إلى الجيش أن قطاع غزة لن يعود كما كان. شن الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا ومكثفا على مناطق متفرقة في قطاع غزة، خاصة المناطق الشمالية. كانت حصيلة الشهداء الفلسطينيين قد ارتفعت إلى 1537 فلسطينيا، بينهم 500 طفل، منذ بدء القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة. في اليوم السابع على عملية طوفان الأقصى، شهد قطاع غزة اليوم أعنف وتيرة قصف إسرائيلي منذ السبت الماضي خلفت على الأقل 100 شهيد فلسطيني. وأفادت مصادر في قطاع غزة بانتشال جثث 17 شهيدا جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية بصاروخ واحد على الأقل لبناية سكنية في مخيم البريدج وسط القطاع، إضافة إلى عدد كبير من الجرحى نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة. أوضحت المصادر أن ثلاجات الموتى في مستشفى الأقصى امتلأت بالجثث مع ازدياد أعداد الشهداء، وقد وضع بعضهم في خيام خارج الثلاجات. واستشهد 5 مواطنين بينهم أطفال، وأصيب 10 مواطنين بقصف طائرات حربية لمنزل في بلدة جباليا شمال القطاع، ونقلوا إلى مستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا. وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا في حي التفاح بمدينة غزة، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى في صفوف المواطنين الفلسطينيين نقلوا إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة. كما استشهد 17 فلسطينيا من خلال استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي لمنزل وسط مخيم جباليا، وأصيب آخرون بجروح مختلفة نقلوا على إثرها إلى مستشفى الإندونيسية. وقصفت طائرات الاحتلال عشرات البنايات السكنية والمنازل ودمرتها بشكل كلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة، بمئات أطنان المتفجرات والصواريخ التي ألقيت دون سابق إنذار. في غضون ذلك أعلنت حركة حماس مقتل 13 أسيرا بينهم أجانب جراء القصف الإسرائيلي على محافظتي الشمال وغزة. ويتواصل العدوان الإسرائيلي موقعا مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف المدنيين غالبيتهم من الأطفال والنساء، وتدمير في الأبراج والمنازل والبنايات السكنية والممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية. أعلنت حماس رفضها للأوامر الإسرائيلية بإخلاء شمال قطاع غزة وتوجيه سكانه إلى النزوح جنوبا. من جانبها حذرت الأمم المتحدة من تنفيذ القرار الإسرائيلي الذي يطال نحو 1,000,000 شخص، مشيرة إلى تبعاته الإنسانية المدمرة. لم تكتفي إسرائيل بحرق الأخضر واليابس في غزة، ولكنها في اليوم السابع للتصعيد الإسرائيلي دعا قطاع لإخلاء شمالية خطوة كارثية تعود بنا إلى مهجير. ولكن إلى أين؟ الجيش الإسرائيلي حث كافة سكان شمال غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبا من أجل ما يزعم أنه لحمايتهم. السكان الذين اكتووا بمرارة الحرب أوضحوا أنهم لن يتمكنوا من العودة إلا عندما يصدر إعلان آخر يسمح بذلك. واستمرارا لسلسلة المزاعم، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن المخربين من حماس يختبئون داخل مدينة غزة في الأنفاق تحت البيوت وداخل مباني سكنية مكتظة بالسكان، وعليهم التوجه جنوبا من أجل حمايتهم. كانت الأمم المتحدة قد أعلنت على لسان المتحدث ستيفان دوغاريك في وقت سابق أن الجيش الإسرائيلي
أبلغ المنظمة بأن نحو 1.1 مليون فلسطيني في غزة يجب أن ينتقلوا لجنوب القطاع خلال الساعات 24 القادمة، كما اعتبر أنه من المستحيل تنفيذ مثل هذا الأمر دون عواقب إنسانية مدمرة، محذرا من مأساة ووضع كارثي. ويرى مراقبون أن هذا الإنذار قد يكون مؤشرا لتوغل بري وشيك شمال القطاع، بينما اعتبره البعض دعوة لتفريغ غزة من سكانها ومن ثم تهجيرهم. ومما يزيد من كارثية المشهد المعقد بالفعل أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا قد أعلنت الفلسطينيين غزة منهم مشير أن الملاجئ من الاكتظاظ تتوفر كمية مدة من الماء والمياه للشرب. فماذا ينتظر الفلسطينيين في الغد؟ انطلقت حملة التبرع بالدم لصالح فلسطين والتي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة مصر التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا من مقر الحملة الزميلة أمل صبري. تحياتي أمل، وأهم ما أسفرت ووصلت إليه هذه الحملة. تحية لك ولكل مشاهدينا الكرام. في الحقيقة استجابة كبيرة وواسعة تلبية لدعوة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم ومساندة أشقائنا وأهالينا في قطاع غزة. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق حملته منذ اليوم، بدأت صباح اليوم وتحديدا بعد صلاة الجمعة في حملة حملت شعار قطرة دماء تساوي حياة للتبرع بالدم لدعم أهالينا وأشقائنا في قطاع غزة. الحملة بدأت منذ الصباح وكانت هناك أو شهدت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين وأيضا من قبل المسؤولين في الدولة المصرية. يمكن نواب محافظ الجيزة افتتحوا الحملة وقاموا بالمبادرة بالتبرع بالدماء، أيضا نواب لعدد من المحافظين الأخرى قاموا بالتبرع بالدماء. المستشار محمود فوزي المسؤول عن الحملة الشعبية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي قام بالتبرع بالدماء أيضا في خطوات استباقية لدعم ومساندة أشقائنا وأهلينا في قطاع غزة. هذه الحملة بتنطلق في مختلف محافظات الجمهورية بدءا من محافظة الإسكندرية، المنيا، الفيوم، أسيوط، البحيرة الغربية، الشرقية، الأقصر، كفر الشيخ، الإسماعيلية، المنوفية والقاهرة والجيزة أيضا، والتي أتحدث إليكم منها الآن وتحديدا من داخل المركز القومي لنقل الدم. وبيسعدني أن يكون لنا هذا اللقاء مع الدكتورة ياسمين الشريف المسؤول الإعلامي بالمركز. دكتورة ياسمين برحب بحضرتك. أهلا بيكم، نورتونا ونورتوا مركز الدم القومي، ويا رب دايما كده تبقى في استقبالكم وتيجوا عندنا كده والناس كلها تتبرع ان شاء الله بالدم. يعني عايزه حضرتك تكلميني عن فعاليات اليوم، جاهزيه المركز لاستقبال هذه الاعداد الهائله اللي بادرت وحرصت على التبرع بالدم لدعم اشقائنا في قطاع غزه. بصي، بداية كده أحب أشكر جدا والله من قلبي باسمي وباسم دكتور نهاد محمد رئيس المركز القومي لنقل الدم كل الحشود الكتيرة قوي اللي جات النهاردة. بصراحة اتفاجئنا، جينا من الصبح لقينا ناس قاعدة مستنية من الساعة 8 صباحا، ما كناش متخيلين الأعداد دي تيجي. أشكر مؤسسات الرئاسة طبعا اللي جم ونورونا، حبايبنا السادة أعضاء مجلس النواب جم ونورونا، كل بقى المؤسسات الخيرية اللي جت بتدعم القضية الفلسطينية، وبنشكركم يعني على حضوركم من 8 صباحا فعلا، ويا رب تبقى بداية خير وبداية تعارف للشعب المصري كله ولإخواتنا في العرب كلهم عن أهمية التبرع بالدم، وإن إزاي إحنا في أي لحظة بنحتاج الدم في لحظة هننقذ بيها حياة بني آدم. إحنا بنشكر حضرتك جزيلا. أهلا بحضرتك. يعني زي ما تابعنا أعزائي المشاهدين، الحملة بدأت فعالياتها منذ 8 صباحا، لكن الإقبال الكبير اللي تابعناه من خلال شاشة النيل الأخبار كان فعلا بعد صلاة الجمعة. المكان يعني شهد تكدس كبير جدا زي ما ذكرت على المستويين الشعبي والرسمي أيضا للمبادرة بالتبرع بالدماء لدعم ومناصرة والوقوف بجانب أهالينا وأشقائنا في قطاع غزة ومحنتهم الأليمة، وده
طبعا كله تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي أسرع بالمبادرة لتقديم كافة أوجه الدعم لأشقائنا وإخواننا الفلسطينيين. أمل صبري مراسلة النيل، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من موقع المركز القومي للتبرع بالدم هنا في محافظة الجيزة، إلى جانب بالطبع محافظات أخرى تقام فيها هذه الحملة، حملة التبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين. شكرا جزيلا لك. قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة أونروا إنها قامت بنقل مركز عملياتها المركزية وموظفيها الدوليين إلى موقع في جنوب قطاع غزة لمواصلة عملياتها الإنسانية ودعمها للموظفين واللاجئين الفلسطينيين في القطاع الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق. وأضافت الوكالة في بيان صحفي إنها تحث السلطات الإسرائيلية على حماية كافة المدنيين في ملاجئ أونروا بما في ذلك المدارس، مشيرة إلى أنها مرافق تابعة للأمم المتحدة ويجب حمايتها في جميع الأوقات، ويجب ألا تتعرض أبدا للهجوم استنادا للقانون الإنساني الدولي. لمزيد من التعليق ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، ينضم إلينا من القاهرة. تحياتي لك سيدي، و برأيك مستقبل هذا التصعيد وإلى أي مدى من الممكن أن يكون طرفي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يتحليان بقليل من الحكمة والروية والجلوس على طاولة المفاوضات وتهدئة ما يدور الآن من تصعيد واضح في الأراضي الفلسطينية خاصة قطاع غزة؟ يعني أنا أعتقد نعم، هذه ما يحدث الآن، أن هناك مخطط واضح المعالم يهدف بشكل رئيسي إلى توجيه ضربة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. بالصمام الصباح منذ ساعات الفجر أرسلت إسرائيل رسائل وأطلقت منشورات لسكان محافظة الشمال غزة وسكان مدينة محافظة غزة إلى التوجه جنوب وادي غزة بهدف إخلاءه من السكان. من الواضح أن مجلس الحرب الجديد الذي تشكل ويضم آيزنكوت وجالانت وجانت يطبق خطة الخطة التي وضعها آيزنكوت عندما كان رئيس الأركان وقائدا للمنطقة الشمالية في إسرائيل، والتي سميت في وسائل الإعلام باستراتيجية الضاحية. هي مسح مناطق واسعة شاسعة تماما من المباني لتحقيق عدة أهداف. أولا بث الرعب في قلوب المختبئين في الأنفاق وكسر إرادتهم، ثم تجنب حرب المدن، لأنه بحرب المدن تعتمد على وجود السكان والمباني. عندما تمسح المنطقة من المباني وتخلي السكان بذلك ترفع ميزان القوة الموجود لحرب المدن. ثم بعد ذلك كما تدعي إسرائيل في أهدافها حسب ناطقين سواء وزير الدفاع أو بشكل رئيسي وزير الدفاع لإسرائيل، من الواضح أن الهدف الرئيسي لإسرائيل الآن، والتي لن تضع أي اعتبار لا لقانون دولي ولا لوساطات ولا للحكمة ولا لأي شيء آخر، يتلخص في الانتقام والوصول إلى قلب قيادة المقاومة في مدينة. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس في كلمته في تخريج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية دعا وناشد المسؤولين الإسرائيليين عن البعد عن فكرة الانتقام، وتحديدا خروج النساء والأطفال من دائرة الانتقام التي يمارسها الكيان الصهيوني المحتل. كذلك اليوم ملك الأردن الملك جلالة الملك عبد الله أشار أيضا إلى البعد عن فكرة الانتقام الجماعي التي يمارسها الكيان. برأي حضرتك إلى أي مدى يستطيع أو تستطيع هذه الآراء أن يكون لها صدى لدى الجانب الإسرائيلي، وتحديدا فيما يفعله من تصعيد واضح لا ينظر فيه إلى من يصيبه سواء كان امرأة طفل شيخ أيا ما كان؟ يعني في ظل وجود حكومة يمينية متطرفة منذ البداية لم تستمع إلى كل دعوات السلام، وهي تتحمل المسؤولية الكبيرة عن الضغط الذي تعرض له الشعب الفلسطيني والذي أدى إلى هذه الوصول إلى هذه النقطة، لا أعتقد أنها تستمع إلى صوت الخدمة. هذه حكومة يمنية متطرفة لا تؤمن بوجود أصلا الشعب الفلسطيني. نتمنى أن يكون هناك ضغطا
قويا من الدول الفاعله لايقاف هذا الجنون. في النهايه الشعب الفلسطيني هو الشعب بريء اعزل الموجود في غزه يتعرض لاقصى الضربات، لا يمكن معاقبته ايا كان سبب المعاقبه، ايا كان خطا او عدم خطا ما يحدث. هناك جريمه متكامله الاركان امام اعين العالم الذي يكيل بمكيالين. اذا نظرنا ما حدث في اوكرانيا ستري كيف تحركت كل اوروبا عندما كان الموضوع داخل اوروبا، كيف تحركت كل اوروبا ضد روسيا بحجه انها تحتل الاراضي. اسرائيل منذ اكثر من 75 عاما والشعب الفلسطيني يعاني ولم يتحرك احد. التاريخ يعلم ان مصر فقط والاردن هي اكثر الدول التي دفعت اثمان في القضيه الفلسطينيه وساندت الشعب الفلسطيني. واتمنى ان تستطيع مصر بقدرتها ودبلوماسيتها ووزنها الموجود في المنطقه على الاقل ان تفتح ممر امن لادخال المساعدات الانسانيه والطبيه التي ستساهم في تضميد جراح الناس. نعم نسأل الله السلامة بالتأكيد لأهالينا في فلسطين الحبيبة العربية، كل السلامة لهم بإذن الله. شكرا جزيلا لك سيدي عبد المهدي مطوع، محلل سياسي فلسطيني، كنت معنا من القاهرة. ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية دول العالم والمنظمات الحقوقية والإنسانية والصحية بضرورة إدخال الدعم الصحي الفوري لمستشفيات قطاع غزة. في غضون ذلك حذر مدير منظمة الصحة العالمية من أن المستشفيات في غزة والمنظومة الصحية وصلت إلى نقطة الانهيار. إلى نقطة الانهيار، حيث وثقت منظمة الصحة الدولية إلى وقوع أكثر من 30 هجوما على المرافق الصحية في غزة، ما أسفر عن مقتل 11 عاملا صحية أثناء عملهم وإصابة 16 آخرين وتضرر 19 مرفق صحية و20 سيارة إسعاف بأضرار. وقالت المنظمة إن الوقت ينفد لمنع وقوع كارثة إنسانية إذا لم يتم تسليم الوقود والإمدادات الصحية والإنسانية المنقذة للحياة بشكل عاجل إلى قطاع غزة وسط الحصار الكامل. وأضافت أنه ما لم تدخل مساعدات إنسانية لا سيما الخدمات الصحية واللوازم الطبية والأغذية والمياه النظيفة والوقود والمواد غير الغذائية فورا إلى غزة، فلن يتمكن الشركاء في المجالين الإنساني والصحي من تلبية الاحتياجات العاجلة لمن هم في أمس الحاجة إليها، ما يعرض الأرواح للخطر. المنظمة دعت أيضا لوضع حد للأعمال العدائية وحماية المرافق الصحية وكذلك فتح ممرات إنسانية فورا لضمان عدم وجود أي عوائق أمام دخول الإمدادات الصحية وإجلاء المرضى والمصابين. وقالت المنظمة إنه مع استمرار ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بسبب الغارات الجوية والبرية والبحرية، فإن النقص الحاد في الإمدادات الطبية يؤدي إلى تفاقم الأزمة، مما يحد من قدرة المستشفى بالفعل على علاج المرضى والجرحى. وأفادت بأن الوضع أدى إلى تقديم الخدمات الصحية الأساسية بشكل خطير. طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بضرورة أن يضع ثقله السياسي والمعنوي للحيلولة دون جريمة حرب جديدة تخطط إسرائيل لارتكابها كجزء من حملتها الدموية المخزية ضد قطاع غزة، عبر مطالباتها كافة سكان شمال القطاع بالانتقال فورا إلى جنوبه. وشدد أبو الغيط على أن هذه الجريمة تجاوزت كل حد معقول وأنها سوف تؤدي إلى معاناة لا حدود لها لإخواننا الفلسطينيين من سكان القطاع. أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه الكامل لتهجير السكان من غزة، محذرا من نكبة ثانية بعدما أمر جيش الاحتلال سكان شمال القطاع بإخلائه في ظل الحرب بينها وبين حركة حماس. وشدد الرئيس الفلسطيني خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في عمان على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني بشكل فوري وحمايتهم، والرفض الكامل لتهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة، لأن ذلك سيكون بمثابة نكبة ثانية لشعبنا.
أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن دعم بلاده لدولة الاحتلال الإسرائيلي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي أف جالاند خلال زيارته لدولة الاحتلال. وأضاف أوستن أن وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون مستعدة لإرسال المزيد من المساعدات العسكرية لإسرائيل، وأشار إلى أن الذخائر وقدرات الدفاع الجوي وغيرها من المعدات والموارد تتدفق بسرعة إلى إسرائيل. ومن المقرر أن يلتقي أوستن خلال هذه الزيارة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى مسؤول الدفاع وحكومة الطوارئ الإسرائيلية. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية البرية الإسرائيلية في غزة ستؤدي إلى خسائر في صفوف المدنيين على نحو غير مقبول، وإن الشيء الأهم هو وقف إراقة الدماء. أضاف بوتين خلال خطابه أمام قمة رابطة الدول المستقلة في عاصمة قرغيزستان بشكيك إنه يتعين على الجميع البحث عن حل سلمي لتفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، نظرا لأنه في الوضع الراهن لم تعد هناك بدائل أخرى. وشدد الرئيس الروسي على أن بلاده تدعم حل الدولتين. تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي شن حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال 42 فلسطينيا من محافظات الخليل، جنين ونابلس بالضفة الغربية المحتلة. وفي سياق متصل أفادت منظمة الصحة العالمية توثيق 42 هجوما في الضفة الغربية على مرافق الرعاية الصحية في الضفة الغربية المحتلة. في ظل الصراع الدام الدائر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي شن حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، حيث اعتقلت 3 مواطنين بعد محاصرتها منزلين في بلدة بيت أمر شمال الخليل، كما أطلق جنود الاحتلال رصاص الحي بكثافة صوب أحد المنازل، ما تسبب بأضرار مادية كبيرة، فضلا عن قيام قوة الاحتلال بمداهمة وتفتيش عدة منازل في البلدة. وفي بيت لحم أصيب شاب بالرصاص الحي واعتقل 2 آخران اليوم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم. كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا فلسطينيا يبلغ من العمر 58 عاما في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. وفي رام الله اعتقل قوات الاحتلال 4 مواطنين بينهم أسيران محرران. في القدس الغربية اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان من بلدتي قطنة وبدو شمال غرب القدس. وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 26 فلسطينيا خلال حملة مداهمات للمنازل من مناطق متفرقة بمحافظة الخليل الجنوبية، فيما جرى اعتقال 6 آخرين من بلدة قبعتية في جنوب محافظة جنين بشمال الضفة. وذكرت المصادر أن مسنا أصيب برصاص الحي وآخرون بالاختناق خلال مواجهات في مدينة نابلس شمال الضفة، اعتقلت خلالها قوات الاحتلال 3 فلسطينيين. وفي سياق متصل أفادت منظمة الصحة العالمية توثيق 42 هجوما في الضفة الغربية على مرافق الرعاية الصحية في الضفة الغربية المحتلة. وأضافت المنظمة الأممية أن 28 هجوما شملت عرقلة تقديم الرعاية الصحية وأثرت على 20 سيارة إسعاف، بالإضافة إلى استخدام العنف الجسدي تجاه الفرق الصحية واحتجاز الطواقم الصحية وسيارات الإسعاف، فضلا عن تفتيش عسكري للأصول الصحية. فرضت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إجراءات أمنية مشددة في مدينة القدس، حيث اعتدت على المواطنين والمصلين عند باب المجلس أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، وفرضت إجراءات مشددة لتحول القدس إلى ثكنة عسكرية. وأدى نحو 5000 فلسطيني صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ومنعه للمواطنين من الوصول إلى المسجد باستثناء المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 70 عاما. وبحسب بيانات دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، يتراوح عدد المصلين كل جمعة بالمسجد الأقصى بين 40 إلى 50 ألف مصلي، وتصل الأعداد في المناسبات الإسلامية كالأعياد إلى 100 و150 ألفا، أي أن عدد من تمكنوا من الصلاة في المسجد اليوم لم يتجاوز 10% من النسبة المعتادة.
نزل الآلاف في بغداد وعمان والبحرين وإيران في تظاهرات دعما للفلسطينيين وتنديدا بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، كما انطلقت مسيرات في أنحاء متفرقة من العالم دعما للفلسطينيين في سابع أيام الحرب بين إسرائيل وحماس التي أعقبت هجوما مباغتا شنته الحركة على إسرائيل. مع اشتداد الحرب على قطاع غزة انطلقت مسيرات في أنحاء متفرقة من العالم دعما للفلسطينيين، ففي بغداد غصت ساحة التحرير بآلاف المتظاهرين الذين لبوا دعوة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر دعما للفلسطينيين وتنديدا بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة في سابع أيام الحرب بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس. كما تظاهر آلاف الأردنيين وسط العاصمة عمان تضامنا مع قطاع غزة ودعما للمقاومة الفلسطينية، وحمل المتظاهرون أعلاما فلسطينية وأردنية ولافتات كتب على بعضها الحرية لفلسطين، فلسطين كاملة. وفي إيران نزل آلاف الإيرانيين إلى شوارع طهران في تظاهرات دعما لقطاع غزة، فمنذ العملية غير المسبوقة التي نفذتها حماس ضد إسرائيل تتوجه الأنظار إلى إيران بسبب دعمها للحركة منذ أعوام طويلة. ورغم العلاقة الوثيقة بينهما يؤكد القادة الإيرانيون عدم ضلوع بلادهم في الهجوم، إلا أنهم أعربوا عن دعمهم للعملية. وفي نيويورك قال مسؤولون إنهم يستعدون لمظاهرة واحدة كبرى على الأقل من المقرر أن يتم تنظيمها في ساحة التايمز، في الوقت الذي أصدرت شرطة لوس أنجلوس بيانا تقول فيه إن أفرادها سينتشرون بشكل أكبر في محيط التجمعات اليهودية والمسلمة خلال هذا التوقيت. أما في العاصمة الفرنسية باريس فقد أطلقت شرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مسيرة محظورة لدعم الفلسطينيين، في حين حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشعب الفرنسي على الامتناع عن جلب الصراع بين إسرائيل وحماس إلى الوطن. وفي الوقت الذي تتركز فيه الأنظار على المسجد الأقصى في القدس الشرقية كنقطة اشتعال محتملة، دعت حماس الفلسطينيين إلى نفير عام احتجاجا على القصف الإسرائيلي للقطاع، وحثتهم على التوجه إلى المسجد الأقصى ومواجهة القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. هذا ومن المقرر تنظيم كذلك مسيرات في روما وميونخ واسطنبول وبلغراد ومدن أخرى دعما للفلسطينيين واحتجاجا على قصف غزة. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن فتح جبهة جديدة ضد إسرائيل في الشرق الأوسط يعتمد على تصرفات إسرائيل في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف مكثف. يأتي هذا فيما تراقب القوات الإسرائيلية الحدود الشمالية مع لبنان وقاموا بإرسال تعزيزات للمنطقة. مخاوف إسرائيلية وأمريكية من أن تفتح جبهة جديدة للقتال في شمال إسرائيل عند الحدود مع لبنان في حال قرر حزب الله التدخل بشكل واسع في النزاع، الأمر الذي جعل دول غربية عدة تحذر إيران من توسيع نطاق النزاع مع إسرائيل. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي تدعم بلاده حركة حزب الله قال أن فتح جبهة جديدة ضد إسرائيل في الشرق الأوسط يعتمد على تصرفات إسرائيل في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف مكثف. وكان الوزير الإيراني قد أجرى زيارة إلى لبنان بعد عدة زيارات مختلفة في المنطقة. واعتبر وزير خارجية إيران أن على الولايات المتحدة الأمريكية وقف إسرائيل إذا أرادت تجنب حرب إقليمية، مؤكدا أن من أهداف زيارته إلى لبنان التأكيد على أمن لبنان على وقع الهجوم في غزة. جدير بالذكر أنه منذ العملية غير المسبوقة التي نفذتها حماس ضد إسرائيل تتوجه الأنظار إلى إيران بسبب دعمها للحركة منذ أعوام طويلة. ورغم العلاقة الوثيقة بينهما يؤكد القادة الإيرانيون عدم ضلوع بلادهم في الهجوم، لأنهم أعربوا عن دعمهم للعملية. وبينما يدرس الإسرائيليون الخطوة التالية فإنهم يراقبون بتوتر الحدود الشمالية وقاموا بإرسال تعزيزات للمنطقة. وكان حزب الله وإسرائيل
قد تبادلا إطلاق النار على الحدود لفترة وجيزة، لأنه يظل تدخل حزب الله في الحرب محدودا. في إطار التحضير للجلسة الأولى من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، عقدت اجتماعات اللجان الأربعة عقدت دائمة للبرلمان برئاسة عبد الرحمن العسومي، حيث تم مناقشة عدد من القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وأهمية دعمها والحفاظ على سلامة الشعب الفلسطيني في ظل الحرب الجارية على قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. عقدت اللجان الأربعة الدائمة التابعة للبرلمان العربي اجتماعاتها، وذلك في إطار التحضير للجلسة الأولى من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي برئاسة عبد الرحمن العسومي، حيث تم التأكيد خلال الاجتماعات على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني خلال الفترة المقبلة وأهمية وصول المساعدات الإنسانية لشعب غزة. ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي في البرلمان العربي في اجتماعي اليوم، طبعا مصادقة أول قبل كل شيء على المحضر السابق، ثم تنفيذ القرارات السابقة، وكان من بين أهم الأشياء التي ذكرناها في هذه المرة بيانات متعلقة بالدول العربية، وخاصة ما جرى في ليبيا وما جرى في المغرب وما جرى في السودان وما يجري الآن في اليمن ويجري في سوريا، فبالتالي صادقت اللجنة على كل هذه البيانات. تناولت لجنة الشؤون الخارجية عدة مواضيع مهمة تتعلق بدراسة الوضع الدول العربية، وخاصة هذه الدول التي تمر ببعض يعني الخلافات السياسية، الأوضاع في ليبيا، الأوضاع في اليمن، الأوضاع في العراق، الأوضاع في السودان. وكذلك تم تطرق في لجنة الشؤون الخارجية إلى موضوع مهم جدا، وهو موضوع متعلق بالإرهاب، وتم الاتفاق في هذه اللجنة على العمل على مذكرة يتم عرضها في الجلسة القادمة إن شاء الله. تم مناقشة عدد من القضايا الاقتصادية وأهمية تبادل الاستثمارات بين الدول العربية ونقل النزاعات الاقتصادية العربية للمحكمة الاقتصادية المصرية. محكمة حل النزاعات العربية اللي مقرها في القاهرة، ونحن نعرف ان نحن في النزاعات التجارية العربية ليش يعني احنا نمشي لباريس ولا نمشي لروما ولا نمشي لمكان تاني، بالعكس يعني احنا ليش ما يكون حل النزاعات تكون المحكمة في القاهرة. طبعا مشكورة الحكومة المصرية وطبعا على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي ان اوفر مقر للمحكمة وفي المدينة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة. ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي عددا من البنود يأتي في مقدمتها عرض التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، خاصة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. مناقشات متعددة حول مختلف القضايا العربية سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي داخل اللجان الأربعة الخاصة بالبرلمان العربي لدعم مختلف القضايا العربية. منذر أبو دوح، النيل. تغلق الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة باب تلقي طلبات الراغب الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك غدا السبت في تمام الساعة الثانية ظهرا وفق الجدول الزمني للعملية الانتخابية والذي سبق الإعلان عنه. وباشرت لجنة تلقي طلبات الترشح برئاسة المستشار أحمد بن داري والذي يشغل أيضا رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، باشرت أعمالها منذ 5 أكتوبر الماضي اعتبارا من 9 صباحا وحتى 5 مساء فيما عدا غدا، وهو اليوم 10 والأخير الذي ينتهي في 2 ظهرا. وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات وقوفها على مسافة واحدة من سائر راغب ترشح في جميع الحقوق والواجبات التي حددتها ضوابط دستورية وقانونية، فضلا عن القرارات والقواعد المنظمة أو المنظمة للعملية الانتخابية وإجراءاتها. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من الهيئة الوطنية للانتخابات شريف رضوان مراسل النيل. تحياتي لك شريف، وفي اليوم قبل الأخير على انتهاء تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، كيف تتابع الوضع لديك هناك قبل آخر يوم من أيام المحددة لتلقي طلبات الترشح؟
تحياتي لكم من داخل الهيئة الوطنية للانتخابات، أو يمكن أن نسميها في اللحظة التي أحدثكم فيها الآن بخلية نحلة. كما تشاهدون خلفي الآن هناك خلية نحلة، سواء من السادة المستشارين المشرفين على تلقي طلبات الترشيح أو من المكاتب المعاونة لهم من اللجان الفنية، لأنه منذ ساعة تقريبا حضر إلى هنا المرشح الرئاسي المحتمل الرابع السيد حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وبرفقته وبحوزته أيضا 46 تزكية من أعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى تأييدات أو توكيلات شعبية بحسب الرقم المعلن من الحملة حتى هذه اللحظة هم 68 ألف توكيل استطاع أن يحصل عليهم من المحافظات المختلفة، ولكن هذا الرقم بطبيعة الحال بحاجة إلى التدقيق. وكما تقوم اللجان حاليا من السادة المستشارين بفحص هذه التوكيلات ومدى مصداقيتها، وتقوم بالاستعانة بأفضل وأحدث الأجهزة الإلكترونية التي تقوم أيضا بعد هذه التوكيلات. وبالتالي فإن الرقم المعلن حتى هذه اللحظة هو 46 تزكية من أعضاء مجلس النواب، وكذلك 68 ألف توكيل من المحافظات المختلفة. هذا من جانب. إن شاء الله في الساعة الخامسة سيقوم السيد رئيس اللجنة التنفيذية للهيئة الوطنية للانتخابات بالتصريح وعمل مؤتمر صحفي موجز يومي الخاص بإعلان ما حدث طوال اليوم. غدا إن شاء الله هو اليوم الأخير، تغلق الهيئة الوطنية للانتخابات أبوابها في الساعة الثانية ظهرا، وبالتالي يكون هذا إعلان لانتهاء المرحلة الأولى من تلقي طلبات الترشيح، لتبدأ بعد ذلك مرحلة تلقي التظلمات، ثم بعد ذلك تبدأ العملية الانتخابية سواء في الداخل أو الخارج في الأول من ديسمبر المقبل إن شاء الله، الأول من ديسمبر بالنسبة للمواطنين في الخارج، ثم بعد ذلك للمواطنين في الداخل في العاشر من ديسمبر. هذا كل ما لدينا، ولكن بطبيعة الحال أدعوكم إلى مشاهدة خلية النحلة التي تقف خلفي الآن، وأيضا هناك خلية نحلة أخرى خارج الهيئة الوطنية للانتخابات من رجال الأمن الذين عملوا على تنظيم صفوف المؤيدين الذين قدموا منذ ساعة تقريبا مع المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، وكانت صورة مبهجة، يعني نقول أنها صورة ديمقراطية لما يحدث في مصر في الوقت الحالي. إليكم في الاستوديو. شكرا جزيلا لك زميلنا ومراسل النيل شريف رضوان، كنت معنا مباشرة من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات. نفذ مركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة التجربة مصر 9، والتي تضمنت تنفيذ سيناريو واقعي لعملية إنقاذ طاقم وركاب سفينة تعرضت لحدوث حريق أثناء الإبحار قبالة الشواطئ المصرية بنطاق محافظة بورسعيد، وذلك باتباع كافة إجراءات ونظم الاستغاثة والسلامة البحرية العالمية. شارك في تنفيذ التجربة عناصر من القوات البحرية والجوية والجهات المعنية لعدد من الوزارات والأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد وجمعية الهلال الأحمر المصري. تهدف التجربة لمتابعة الجاهزية والتنسيق بين كافة الأجهزة بالدولة لمواجهة مثل هذه المخاطر. القادم بقى من أخبار الاقتصاد بصحبة الزميل محمد سليمان، تحياتي لك محمد، تفضل. شكرا لك ديما، مرحبا بكم. أخبارنا الاقتصادية في بانوراما الرابعة وتتابعون فيها. وزير التجارة يبحث مع نظيره التركي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. أهلا بكم. بحث وزير التجارة والصناعة أحمد سمير مع وزير التجارة التركي عمر بولات سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتطورات الوضع الاقتصادي العالمي. جاء ذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات الاجتماع الوزاري للمنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الافريقي، وذلك في نسخته الرابعة والمنعقدة بمدينة اسطنبول التركية. ويتناول اللقاء استعدادات زيارة الوزير التركي على رأس وفد يضم رجال وسيدات أعمال للقاهرة والمقررة خلال يومي 27 و 28 من أكتوبر الجاري لحضور المؤتمر والمعرض الدولي الثاني للتصنيع وعقد لقاءات ثنائية مع نظرائهم المصريين.
أكد وزير المالية محمد معيط أن تنمية الموارد المحلية يهدف لتعزيز قدرة الدولة على تحسين حياة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم واحتواء الصدمات الاقتصادية العالمية. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بندوة خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين والمنعقدة في العاصمة المغربية مراكش. وأكد وزير المالية أن الدولة تنتهج سياسات مالية أكثر تحفيزا لتحسين هيكل الاقتصاد مع توفير مساحة أكبر للقطاع الخاص لزيادة مشاركته في عملية التنمية الشاملة والمستدامة. قام وزير المالية محمد معيط بتوقيع مذكرة تفاهم مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأمينة التنفيذية لمنظمة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا الإسكوا، وذلك لتعزيز كفاءة الاتفاق الإنفاق الاجتماعي. وأكد وزير المالية أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين خاصة للفئات الأكثر احتياجا بالعمل على توصيل الدعم لمستحقيه. بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى مع يانج جينج ياو رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الصينية تعزيز التعاون المشترك بما يخدم الجانبين. خلال اللقاء تمت مناقشة أوجه التعاون المقترحة ذات الاهتمام المشترك لتبادل الخبرات والتصنيع المشترك في مجالات التصنيع المختلفة في إطار توجه الدولة لتوطين الصناعة. تات أخبارنا الاقتصادية وعودة إلى الزميلة دينا قنديل، تفضلي دينا. شكرا جزيلا لك محمد. نددت كوريا الشمالية بوصول حاملة الطائرات الأمريكي رونالد ريغان إلى كوريا الجنوبية ووصفته بأنه استفزاز قد يؤدي إلى ظروف كارثية لا يمكن معالجتها. في خطوة ستزيد حاملة طائرات أمريكية إلى كوريا الجنوبية ووصفته بأنه استفزاز قد يؤدي إلى ظروف كارثية لا يمكن معالجتها. وصلت حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريغان التي تعمل بالطاقة النووية ومجموعتها الهجومية إلى ميناء بوسان في كوريا الجنوبية في زيارة تستغرق 5 أيام بعد تدريبات للحلفاء بالمياه القريبة باستعراض للقوة ضد كوريا الشمالية. من جانبها قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن زيارة حاملة الطائرات أظهرت أن المخطط الأمريكي لشن هجوم نووي على كوريا الشمالية قد وصل إلى المرحلة الأكثر خطورة، مضيفة أن هذا يعني أن احتمال اندلاع حرب نووية وصل إلى مرحلة متقدمة. جدير بالذكر أن قوات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية كانت قد أجرت تدريبات عسكرية مكثفة هذا العام شملت حاملات الطائرات الأمريكية وغواصات وقاذفات قنابل متقدمة. بدورهم قال البلدان إن المناورات هدفها الاستجابة بشكل أفضل لتهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية. في المقابل وصفت كوريا الشمالية التدريبات بأنها تمرين تمهيدا لغزوها. نعود نلتقي محمد سليمان، ولكن هذه المرة مع باقة من أخبار الرياضة. تفضل محمد. شكرا لك دينا. أخبارنا الرياضية وتتابعونا فيها. قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023 تسفر عن تواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثانية مع غانا وكاب فيردي وموزمبيق. هذا ختام نشرتنا المفصلة، وهذا تذكير بأهم ما جاء بها من عناوين. شكري يؤكد ضرورة الوقف الفوري للقصف الإسرائيلي وأي عمليات عسكرية في غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يحشد آلياته العسكرية الثقيلة على حدود قطاع غزة المحاصر ويهدد باجتياحه. الرئيس الفلسطيني يؤكد لبلانكين رفضه الكامل للتهجير من غزة ويحذر من نكبة ثانية. شكرا لطيب المتابعة. على رأس الساعة نعود ونلتقي من جديد. إلى اللقاء.